لوجودك النهارده لنجاحك في كل الاعمال اللي بتنضم ليها يعني. ربنا يخليك، ميرسي قوي، وميرسي انكم دايما متابعين يعني. لا طبعا لازم يعني، ما كناش نتابع ارواح وجوده يعني. لا ميرسي. حسيتي بالنجاح بتاع جزيره 2؟ الصراحة الجزيرة 2 حسيت بالنجاح بتاعه، والنجاح ده مخوفني أكتر، لأن أي حاجة هعملها بعديها الناس هتبقى مراقباني جامد قوي، فيا رب أكون قد المسؤولية، وأن أنا أبقى قد الحتة اللي أستاذ شريف عرفة حاطيني فيها. أستاذ شمع بخالي كان بيقول لي أنا كنت متوقع أن هي تكسر، قلت له متوقع، ما أنت مش جايب واحدة كده، لا يعني واحدة موهوبة. لا بس أستاذ هشام يعني هو فضل متابعني سنين و متاخر قوي على فكره. لا مش مشكله، بس هو علشان برضو يعني لما لقى الفرصه في حاجه كويسه قام حطني فيها، فاهم قصدي؟ بس غير كده استاذ هشام برضو كان يعني كانوا كلهم خايفين انه ازاي هتحط اروى في حته صعيدي، فقال لهم لا ما تخافوش، انا عارف انها تعرف تعملها. فالحمد لله يعني استاذ شريف عرفه ما سابنيش، واستاذ عبد النبي ملقن الصعيدي بتاعنا. ما احنا عايزين نعرف برضو مستمعين راديو 90 90، انت ازاي عملتي الشخصيه دي؟ يعني كواليسها ايه بالظبط؟ والله كواليسها ممتعه جدا يعني. اولا للاسف انا اتاخرت في تعرفي على الجانب ده بتاع المصريين. استاذ عبد النبي كان صبور جدا معايا، وكان بيديني دروس. هو مصحح اللغه اللي هو الصعيديه. اللغه بالظبط، هو مصحح اللغه، وكان بيقعد صبور جدا معايا، وكمان برده مش بس بقى بيعلمني اللغه، كان بيكلمني عن تفاصيل الصعايده، التقاليد بتاعتهم، الست بتعمل ايه ما تعملش ايه، تبقى ازاي مع جوزها، مين يمشي الاول مين يمشي بعدين، ازاي تبقى مع باباها، الحاجات دي كلها. فاستاذ عبد النبي انا بشكره هو كمان قوي قوي قوي. طب طبعا الايرادات الكبيره دي بتحملك مسؤوليه برده، يعني في فيلم كبير زي ده كده وحقق نجاح مسؤوليه كبيره جدا، مش كده ولا ايه؟ هتعملي ايه في الفتره الجايه؟ هدعي هدعي ان الايرادات دايما تفضل كويسه يعني. هتمنى طبعا ان السينما تبقى احسن، وتبقى دايما كده في تقدم، والناس تكون بتبهر يعني، المؤلفين والمخرجين والممثلين انهم يكونوا بيبذلوا مجهود انهم يعملوا اعمال تعجب الناس وتحترم عقولهم يعني. فيا رب بقى ربنا يستر يعني. تقولي ايه التعاون مع فنان يعني عايز اقول لك مثال يحتذى به في كل المواصفات، في الادب، في الذوق، في الفن، احمد السقا، عملت ازاي؟ والله انا دي تالت مشاركه ليا معاه. انا بحب قوي اشتغل معاه، وبحس اي حد بيشتغل معاه بيبقى محظوظ، لانه اخلاقه دي بتخلي كل الناس تبقى مرتاحه وهي بتصور، وما بيبخلش على اي حد بنصيحه، بخدمه، باي حاجه يعني هو يقدر يساعد بها الناس اللي حواليه، مش بيستغنى يعني، مش عمره ما بيتاخر عن حد. مش ملاحظه اللي بيعدي قدامه في اي مشهد كده ربنا بيكرمه؟ سبحان الله، هو راجل فعلا ما شاء الله عليه، راجل كويس قوي وطيب قوي، وعشان كده ربنا برضه بيوفقه. وهند صبري كمان انا مبسوطه قوي النهارده، انا لسه جايه من، هي اخذت سنه ادوها قلاده الفارس. فهي الفارسه هند صبري دلوقتي. ربنا يخليك ان شاء الله، بس نعمل اعمال بقى حلوه كده زيها. خلال الفترة الجاية مجهزة ايه بقى عشان تستمر على نفس القمة او نفس النجاح اللي حققتيه في الجزيرة 2؟ والله انا هقول لك، انا هكون كذابة لو قلت لك ان النجاح اللي انا عملته في الجزيرة 2 ده انا بس يعني، ده طبعا راجع لاستاذ شريف عرفة والاخوة دياب اللي كتبوا سكريبت عظيم، واستاذ عبد النبي عائلة دياب بالظبط، والممثلين كلهم طبعا اللي انا يعني حصل لي الشرف ان انا اشتغلت معاهم، فلولا وعمر خيرت طبعا المزيكا بتاعته، فكل الحاجات العناصر دي لما اتجمعت الحمد لله كلنا نجحنا. العمل الجاي ان شاء الله بجهز لرمضان 2015 مسلسل العهد، اخراج استاذ خالد مرعي، تاليف محمد امين راضي، كاست كبير قوي، في كندا علوش، اسر ياسين، غدا عادل، باسل خياط، صبري عبد المنعم لا انت صبري فواز، انا اسفه صبري، وسلوى خطاب، وانا وبس. 2015 على الابواب، تتمني ايه؟ اتمنى ايه؟ اتمنى انها تبقى احسن من 2014، وما نفقدش حد تاني عزيز علينا، واتمنى السلام، وان احنا كده نركز ونشتغل ونبقى جد في حياتنا يعني، ربنا يوفقنا. اروى جوده على مستوى الشخص تتمنى ايه؟
والله هي نفس الحاجة، أتمنى أن أنا أعرف أشتغل على نفسي، أن أنا أكون أحسن، وأتمنى أن أنا أشرف أهلي وأسعدهم وربنا يديهم الصحة وربنا يوفقهم وكده.